السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الآنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في المعدة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نجيب على معظم الرسائل فور ورودها إلينا. والنهاردة هحاول يكون التواصل أكتر مع الناس اللي علقوا على البوست اللي محطوط على الصفحة عن حلقة النهاردة إذا كان في وقت. هبتدي الكلام في الحلقة باستكمال ما قلناه في الحلقات السابقة عن مخزون المبيض من البويضات. تولد السيدات بمخزون ثابت من البويضات يقل بمرور الوقت والعمر، وكلما قل عدد البويضات قل فرص السيدات في الحمل، لأنه ليس العدد فقط الذي يقل، ولكن أيضا جودة البويضات تقل. والعادي والطبيعي أن السن عامل مؤثر بالسلب، وبالتالي من أسباب قلة مخزون المبيض من البويضات تقدم سن السيدات. لكن بعيدا عن السن قد يحدث عجز مبكر للمبيض، بمعنى أن تقل عدد البويضات ومخزون البويضات من المبيض في سيدة صغيرة السن بغض النظر عن سنها، وهذا قد يكون لأسباب مرضية، وهذه الأسباب لا نهتم كأطباء بالبحث عنها، لأن البحث عنها لا يغير في حقيقة الأمر شيء تشخيصا وعلاجا. يهتم الأطباء بالبحث عن أسباب مرض إذا كان السبب سيؤدي إلى تغيير في التشخيص أو في درجة المرض أو في طريقة التعامل معه. لكن بغض النظر الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المخزون مهما كان السبب، فالنتيجة تشخيصا وعلاجا واحد. عشان كده الأطباء أحيانا لا يبذلوا مجهود كبير للبحث عن السبب الذي أدى إلى ضعف المخزون، لكنهم يتعاملوا مع الحقيقة الواقعة المرة الموجودة، وهي ضعف المخزون. ما هي الأسباب المرضية التي قد تؤدي إلى ضعف المخزون؟ منها إن تكون الست أساسا مخزونها قليل، 2 إن مناعة جسمها تتلف هذا المخزون وهذا خلل مناعي، 3 بعض الأمراض زي مرض البطانة المهاجرة وهو مشهور عنه جدا واكتشف حديثا أنه مدمر لمخزون المبيض من البويضات، 5 بعض الجراحات التي تجرى على المبيض يتم فيها كي المبيض أو استئصال جزء منه فهذا يقلل من المخزون، كمان التهابات الحوض المزمنة والمتكررة، بعض الأمراض المزمنة زي مرض السكر غير المنضبط حديثا بيقال بتقول بعض الدراسات أن هذا يرتبط بضعف مبكر لمخزون المبيض من البويضات. دي الأسباب أجملناها، هنتكلم على الفحوصات والعلاجات في توقف آخر عندما يسمح الوقت، لكن الآن هنستقبل أول اتصال في حلقتنا النهاردة. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. حضرتك متجوزة بقالي 4 سنين. أيوه. ومحضرتش خالص يعني. أيوه حضرتك بس واقفة جنب التلفزيون وبتسمعي صوتك منه، ابعدي عنه أو اقفليه واتكلمي في التليفون بس، اتفضلي. تمام. اتفضلي. 4 سنين زواج من عدم حدوث حمل مطلقا، زوجك معاكي طوال المده دي؟ لا يا فندم، هو بيروح يشتغل يعني، بس الحمل معاه فترتين كده. ايوه، بيروح يشتغل قد ايه وبيجي يقعد معاكي قد ايه؟ يعني في ال4 سنين قضى منهم قد ايه معاكي؟ يعني بيروح 40 يوم وبيجي 10 ايام. لا، سفره ده مش السفر الذي يؤثر على فرص الحمل. احنا نقصد بسفر او انه مش موجود معاكي انه بيسيبك 8-9 شهور متواصلة بيشتغل برا ويجي يقعد 1 أو 2 في السنة. سفره ده لا يؤثر. ايوه فندم. طيب، ورحت الخزي دكتور فما طلبش مني يعني ولا تحليل ولا هرمون ولا اي حاجة، وديني تمام الدنيا كلها تمام وكده. 4 سنين مفيش ولا دكتور طلب انك تتشكي بابرة ولا يطلب منك تحليل؟ 4 سنوات بدون ولا تحليل. ايه؟ 4 سنوات بدون ولا تحليل. ما جبنيش غير يعني منشط وبشرب وكده،
الشام وكده بس، وبيكشف عليه سونار وبيقول لي تمام مفيش اي حاجه. بيكشفوا عليكي تقصدي بسونار يعني؟ بالجهاز من البطن كده ويبصوا عليكي ويقولوا لك ده كل حاجه كويسه. وبيقولوا لي البريد برضه يعني كويسه من طحن، بس قبل الميعاد بتاعها ب 10 ايام كده بيجيني الم وانتفاخ شديد يعني في البطن. ولما تيجي البريد ممكن تيجي يعني 6 ايام وتقعد 10 ايام تاني وتيجي تاني وتيجي شويه تاني يعني. لا، الشوية التاني اللي بعد 10 أيام من انتهاء الدورة شوية الدم اللي بينزلوا في الأغلب دي علامة تبويض، بس حضرتك مش قادرة تفرقي، دي مش دورة، دي علامة تبويض. طب يا دكتور هم ما يطلبوش مني أي حاجة طيب، وأنا بقالي 4 سنين، فأنا بطلب منهم بقول لهم يعني يا ريت لو في خطوة جديدة، فبيقول لي لا استني تاني، فبقول لهم أنا استنيت 4 سنين يعني كده. حضرتك اللي خلقهم خلق غيرهم. وخلق غيرهم كتير والله. حضرتك تخشي العياده اي محد ما يطلبش منك تحليل ويقول لك انت كويسه تاخدي بعضك وتمشي. واضح؟ لا هي ما قفلتش، بس هي ذهلت من كلامي. تمام؟ هقول اهو على الكلام يصل لحضرتك واضح بصوت عالي لأنه الحق والحق صوته عالي وجلي وواضح وقاطع. هذا ليس طبا. حضرتك تسمعي ان ستات ما بيحملوش بسبب ان هرمون اللبن عالي. بسمع هرمون اللبن بيبان بتحليل وما بيبانش بحاجة تانية. طب حضرتك تسمعي اللي احنا بنقوله النهاردة ان في ستات مش هيحملوا نتيجة لضعف مخزون المبيض من البويضات. الستات اللي عندهم ضعف مخزون المبيض من البويضات بيشتكوا بايه؟ اعراضهم ايه؟ لا شيء. السونار اللي بيتعمل من البطن ونحطه على بطن الست ونقول لها الله انت كويسه وطبيعيه، ده قيمته ايه؟ صفر. لان السونار من البطن لا يشخص اي شيء في امراض النساء ولا في تاخر الحمل. طيب، في ستات عندها مرض اسمه البطانه المهاجره، وهو مرض يمنع الحمل لسنوات. واحيانا يكون بلا اعراض، واحيانا اعراضه ان يبقى فيه الم في الحوض يبدا من ايام التبويض ويمتد وانتفاخ ويمتد حتى وقت الدوره. طب المرض ده ما بيتعرفش وما بيتشافش الا بمنظار. طب عشان نعمل منظار لازم نستبعد اي فحوصات، اي مشاكل اخرى، ولازم نحط الست تحت عنوان اسمه تاخر حمل مجهول السبب، فيبقى مطلوب عمل منظار. طب ازاي حد هيحط التاخر حمل مجهول السبب اذا كان ما حدش طلب من الست لا تحليل ولا دليل ولا فحص ولا اشعه ولا اشعه بالصبغه؟ هذا ليس طبا، هذه ليست ممارسة طبية، هذا ليس الأسلوب الأمثل للتعامل مع سيدة متأخرة عن الحمل. تمام؟ فاللي يقول لحضرتك أنت كويسة بدون دليل، بدون تحليل، بدون أشعة، بدون فحص، نروح لغيره. تمام؟ والناس بتسافر من قرية للمركز ومن المركز للمحافظة ومن المحافظة لمحافظة تانية ومن بلد لبلد بحثا عن طبيب متخصص في تأخر الحمل يقول الحقيقة وكلام علمي، لأن ما يقال لحضرتك كلام يفتقد إلى دليل. معنا اتصال تليفوني آخر، تفضلي يا ميرفت. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة أن كلمت حضرتك، والله أنا كان نفسي أتكلم حضرتك من زمان. وأنا أسعد أن سمعت صوت سعادتك، أهلا بيكي. ربنا يخليك لينا. أنا دكتور عاملة حقن مكاني يوم 5، أزرحت الأجنة يوم 5. تمام. يوم 5/10. تمام. فلسه منتظرة فضل الانتظار بتاع التحليل. حضرتك هتعملي التحليل بكرة غالباً يعني. أنا زرحت أجنة يوم 5. حضرتك هتعملي التحليل بكرة إن شاء الله. أيوه، وبعدين؟ بس يعني عندي ألم كده دكتور في آخر المبيض كده. يعني خمول جامد قوي جسمي تعب، ومسكني برد جامد جدا يا دكتور، بقالي كام يوم يعني مكتوم وحاسه ان نفسي مكتوم مش عارفه اخده. طيب، وفي نسبه عندي نسبه تجلط في الدم، فخايفه نسبه التجلط دي تكون لها تاثير معايا يا دكتور ولا عادي؟ هو ميرفت حضرتك مش عامله الحقن المجهري ده في مركز؟ عاملاه في مركز ولا لا؟ ايوه عاملاه في مركز. والمركز ده مدينك ورق
بالعلاجات ورقه طويله كده ومطبوعه ومعلمين على حاجات صح وعلى حاجات غلط صح؟ ايوه دكتور. واخر الورقه دي هتلاقي مكتوب ان اي استفسار الاتصال برقم كذا صح؟ ايوه. وحضرتك دافعه للمركز دول الوفات وحضرتك أيوة وضعتي ثقتك فيهم، بس حضرتك أيوة. النهارده الجمعه وهما ما بيردوش، فخلينا نشوف الراجل اللي على الهوا ده. انا يا فندم لا والله يا دكتور انا كان نفسي اكلم حضرتك بقى. ده يشرفني، بس انا ما اعرفش اجاوبك، مش ما اعرفش جهلا، ما اعرفش لان حاله حضرتك. هما لما تكلميهم ويفتحوا الملف بتاع حضرتك ويقولوا اه ده فلانه دي كان عندها تنشيط زايد وحجم المبيضين كبار، يبقى عادي ان يبقى عندها الم وتقل. ده فلانة دي لما جينا نبنجها عشان شفط البويضات دكتور التخدير قال لنا ان نفسها ضيق ومش مستريح وعلى ما تفوق كان عندها مشاكل في نفسها، يبقى الست دي نفسها في مشكلة، او الست دي احنا حصل لها تنشيط زايد فوارد ان المبيضين يبقوا كبار ويبقى في مية كتير في الحوض فتعمل تقل وتخلي بطنها منفوخة وعندها ألم وعندها ضيق في التنفس. فبالتالي كل شكوى حضرتك بتقوليها هم أدرى بيها وأقدر مني للإجابة عليها، لأن أنا أعرف الأسباب العامة اللي تعمل ده، لكن ما أعرفش السبب اللي في حالة حضرتك يعمل ده، لأن اللي شاف حالة حضرتك هو الأدرى بيها. ها هم ناقلين كام جنين وجودتهم إيه والمثبتات اللي بيدوهالك إيه وحجم المبيضين كان كام وفيهم أكياس ولا لأ، كل ده كلام أنا لا أدري عنه شيئاً. من رأى عرف، ومن عرف فهم، ومن عرف وفهم سئل وأجاب، تمام؟ أما أنا فسأجيب بقواعد عامة. اللي حضرتك بتشكي بيه دي أعراض بسيطة إن شاء الله لا تكون مؤثرة، لكن الإجابة القاطعة واللي أدل مني هو المركز اللي حضرتك عملتي فيه، حيث عند الاتصال بيه هيفتحوا الملف بتاع حضرتك فيبصوا في الملف فتكون إجابتهم على بينة، وقد يكون ملف حضرتك يحمل تفسيرات للشكاوى اللي عندك. أما بالنسبة للتجلطات اللي في الدم فهي سبب من أسباب الإجهاضات المتأخرة، بمعنى بعد الشهر الثالث، ولكن لا علاقة لها من قريب أو بعيد، وأنا مسؤول عن هذا، عن نجاح الحقن المجهري أو فشله، أو عن الإجهاضات المبكرة في أسابيع الحمل الأولى. إن شاء الله ربنا يراضيكي. تفضلوا، في معانا اتصال تليفوني آخر وانقطع. في اتصال تاني؟ وبالتالي الحالات اللي عندها ضعف في مخزون المبيض من البويضات زي ما سمعتوني بقول، ليس بالضرورة أن يكون هناك أعراض على الإطلاق، ودي من مشاكل حكاية ضعف المخزون ده. الستات اللي عندهم ضعف في المخزون وضعف شديد أحيانا وضعف مؤثر على فرصهم في الحمل بالسلب، هذه السيدات لما تسألها أنت بتحس بإيه ولا حاجة، بتعاني بإيه ولا حاجة، حاسه بحاجه، الدوره فيها لخبطه، في لا. وقد احيانا تقول ده انا بتابع التبويض، ازاي بتقول التبويض بتاعي ضعيف وعندي ضعف في المخزون، ده انا بروح اتابع التبويض ويقولوا لي التبويض هايل. نعم صدقوا وكذبوا، لان ما يرى على شاشه السونار هي اكياس جريبات قد تحمل بويضات وقد لا، وقد تكون البويضات جودتها جيده وقد لا، والسونار وحده غير قاطع في تأكيد ان الست دي عندها تبويض وجودته، وبالتالي الاعتماد عليه لسنوات وخداع الست وإيهامها بان تبويضها كويس قد يكون كله ضربا من الوهم والخيال. معنا اتصال تليفوني اخر. الو. ايوه يا ساره اتفضلي. الو. اتفضلي يا ساره. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا ساره، ما تستنيش تسمعي صوتك وصوتي في التلفزيون، اقفليه وابعدي عنه واتكلمي من التليفون مباشره. حضرتك يا دكتور انا متجوزه بقالي سنتين ولسه ما حصلش حمل. وزوجك معاكي طوال السنتين دول؟ لا هو في شغل، يعني هو بيجي مثلا كل شهر 4 ايام. ايوه وبعدين؟ وبس انا الدورة بتاعتي مش منتظمة، يعني هي كل شهر تيجي في حال شكل. يعني زي ايه مثلا؟ يعني هي جاتني في شهر يوم 18 وشهر يوم 2 في الشهر.
أيوه. والشهر اللي فات بقى جتني يوم 30 في الشهر. وهي مش منتظمة من وانتي آنسة؟ لا، وانا الصراحة ما كنتش بحسب لها، بس هي يعني كانت بتيجي عادي كل شهر. تمام. ورحتي لدكاترة بحثا عن الحمل وتأخر الحمل؟ اه، رحت للدكتور وقال لي ما عندكيش أي حاجة تمنع الحمل، بس عشان جوزك مش معاكي. ده بناء على انه بص لحضرتك ووجهك الصبوح كده، يعني بص في وشك قال لك الله انتي حلوه وجميله وما عندكيش حاجه تمنع الحمل؟ والله هو قال لي كده. حضرتك أيوة، بتتكلم على ايه؟ انا بسال اللي قاله ده مبنيا على ايه؟ مستندا على ايه؟ ايه الدليل بتاعه؟ هو قال لي كده بقى. قال لي كده. طيب زوجك حد طلب منه تحليل؟ لا. عظيم. يعني لا زوجك حد طلب منه تحليل، ولا انت حد طلب منك تحليل، ولا في اي دليل، بس اتقال لكم انتوا الاثنين حلوين. ده كلام ابن عم حديد زي ما المصريين بيقولوا، يعني كلام لا يستند الى اي دليل. ده كلام مراضيه، كلام طبطبه، كلام اللي انت رايحه للدكتور. ما هو انت مش رايحه للدكتور عايزه تعرفي في مشكله ايه، انت رايحه عشان تخرجي رافعه راسك وتقولي انا ما عنديش حاجه. فدكاترة النساء عارفين ده، الستات في مصر بياخدوا تأخر الحمل مسألة كرامة، تمام؟ فمحدش يقول لي ان انا عندي مشكلة، فهو الزبون عايز يسمع ان ما عندوش مشكلة، فهو عشان يبقى ظريف ولطيف ودمه خفيف فيقول للزبون اللي هو عايز يسمعه، فيخرج الزبون ده مرضي ومبسوط. الله، ده الدكتور ده هايل، قال لي ان انا ما عنديش حاجة وانا عندي حاجة، تمام؟ هذا كلام بقائي، كلام بالفم، كلام باللسان، والمصريين مبدعين فبيقولوا الكلام ما عليهوش جمرك، يعني ما حدش يحاسبك عليه، تمام؟ لان اللي يحاسبك عليه هو ما يكتب. واي ناس عندهم تاخر حمل لما يروحوا لدكاتره يجب ان يكون الفحص الاول الذي يطلب منهم هو عمل تحليل للسائل المنوي للزوج. فاحنا هنفترض ان حضرتك طبيعيه، ولو ان الافتراض ده لا يستند الى دليل. طب وحضرتك لو طبيعيه تماما وتبويضك سوبر وانابيبك سالكه والرحم بتاعك ما فيهوش اي لحميات ولا اورام ليفيه ولا في اكياس على المبيض ولا في اي مرض، هو حضرتك هتحملي لما تبقي ممتازه لوحدك، ولا لازم في طرف تاني كمان يبقى كويس؟ والطرف التاني الراجل ده برضه هيبصوله كده، تعال اقف كده، قوم اقف، اتفرد، خد خطوتين، تعالى اقعد، انت حلو، تمام؟ مفيش كده، لأن الرجالة بيتعرف قدرتهم على الإنجاب بتحليل السائل المنوي، والسيدات بيتعرف قدرتهم الإنجابية بدليل بتحليل. فمن هذا البرنامج بقالنا سنين بنقول الكلام ده، أي سيدة متأخرة عن الحمل تذهب لطبيب لغرض البحث عن حمل يجب أن يكون كلامه مدعما بأسانيد، والأسانيد دي يعني دليل، يعني تحليل، يعني فحص. والسونار وحده لا يكفي، والسونار من البطن لا يشير إلى أي شيء. واضحة الجمل دي؟ طيب معنا اتصال تليفوني آخر. زي ما قلنا، لأن الستات اللي عندهم ضعف مخزون المبيض من البويضات، وإحنا بنفاجأ الأيام دي بناس 18 و19 و20 سنة ومخزونهم شبه منعدم. الستات اللي عندهم مخزون ضعيف من البويضات دول بيشتكوا بإيه؟ ولا حاجة. طب هم ممكن لو طلبت لهم تحاليل للاف اس اتش والال اتش والهرمون اللبن يبان في حاجه؟ ابدا، يبان كل حاجه طبيعيه. واحيانا لما نعمل لهم سونار مهبلي لو حد محترف قد يلتقط ان في ضعف في عدد الجريبات اللي جوه المبيض اللي هو الانترا الفوليكولار كاونت، لكن لو حد بيبص بس كده ان في مبيضين والمبيضين موجودين وبتاع يقول اه الست دي عاديه وطبيعيه. وبالتالي الستات اللي عندها ضعف مخزون المبيض من البويضات وهو سبب رئيسي ومهم في عدم حدوث الحمل، ما عندهمش اي اعراض على الاطلاق ولا السونار بتاعهم بيبين اي شيء على الاطلاق، وبالتالي ان حد يقول لواحده انت ما عندكيش حاجه تمنع الحمل بناء على وجهها الصبوح وعلى انه يبص في وشها او انه يعمل لها سونار، فهو كلام يفتقد الى دليل. معنا اتصال تليفوني اخر، اتفضل. اهلا يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. انا بقالي 2 و6 شهور متجوزه. كويس جدا. ورايك ايه في الجواز؟ شيء ظريف ولطيف ولا ايه؟ يعني ماشي الحال. طيب ربنا يراضيكي بيه. ها وبعدين؟ امين يا رب. جوزي مسافر
أول مرة قعد معايا 3 شهور، وتاني مرة 3 شهور و10 أيام. تمام. كل ما بكشف عندي دكتور أموره كويسة، تمام، مفيش أي حاجة، تبوظ كويس. لحد ما رحت عند دكتور قال لي عندك كسر في المبايض ومحتاجة منظار. تمام. أولا ثانية واحدة. فرملي كده. لا يوجد في الطب مرض ولا تشخيص اسمه كسل في المبايض، ولا يستخدم هذا اللفظ ولا يقوله سوى أطباء في الصعيد، عشان بدل ما يقولوا للست عندك حاجة اسمها تكيس مبايض، وحنفترض ان حضرتك عندك تكيس مبايض الذي يوصف بكلمة عندك ضعف وعندك كسل، تمام؟ هذا التكيس يحتاج لعمل منظار، لما يبقى درجته جديدة. 2، لما نكتب للست علاج لضبط الخلل اللي في الهرمونات. 3، لما يبقى جوزها هيقعد معاها 6 شهور على الأقل بعد المنظار. 4، لما نبقى استنفذنا خطوات علاج قبل. وحضرتك ولا شرط من الأربعة دول ينطبق عليكي. تمام؟ طب حضرتك أنا دلوقتي ما صدقتش مثلا كلام الدكتور ده، ورحت دورت على دكتور تاني كشفت، ما كانش فيه أي دكاترة طلب مني أي تحليلات. الدكتور اللي روحت عنده آخر مرة وجوزي مسافر طلب مني تحليلات، عملت التحليلات دي وطلع عندي نقص في المخزون المبيض. بسم الله عليكي، أهو ده الكلام اللي احنا بنقوله. كل اللي يقال لواحدة أنت ما عندكيش حاجة، ها، بناء على وهم بدون ورقة ودليل، ها، هذا وهم. زي ما أنا قلت 3 مرات 4 في الحلقة دي، الناس اللي عندهم ضعف في مخزون المبيض من البويضات، فرصهم في الحمل قليلة ولكنها ليست منعدمة، لكنها متأثرة بوضوح. طب هم بيشتكوا بإيه؟ طب بيبان عليهم إيه؟ طب بيحسوا بإيه؟ طب أنت لما تعمل لهم سونار بتشوف إيه؟ لا شيء. وبالتالي مخزون المبيض من البويضات، عشان كده بنتكلم عليه كتير، يعرف بإيه؟ بدليل، بتحليل. كويس. حضرتك سنك كام سنة؟ عندي 33 سنة. 33 سنة، سنك ده كمان مش صغير. كان مفترض إن، وماهوش كبير قوي بس مش صغير، كان مفترض إن أي دكتور تروحي له من أول يوم يقول لك بصي لا يبدو عليك شيء، بس السن عامل سلبي، وجوزك كمان مش منتظم في العلاقة وفي وجوده، لو سمحتي اعمل لنا تحليل المخزون عشان نشوف الدنيا أخبارها إيه، بدل ما الوقت يمر بينا ونيجي نعض إيدنا على إن المخزون اللي طلع النهاردة قليل جدا، مثلا كان من 6 شهور قليل من غير جدا، وكان من سنة لما حضرتك بقى عملت اللي عليكي ورحت الدكاترة كان المخزون متوسط، وكان ممكن إن يبقى فرصي في الحمل أعلى. فحضرتك تم إهدار وقت وجهد ومال وفرص بلا أي معنى. محدش يا دكتور كان طالب مني أي تحليلات، أنا كنت عايزة أتأكد أنا عندي إيه بالظبط. طب حضرتك بس سماعي الستات اللي عمالة تقول إن أنا محدش طلب مني تحليل زي سارة وإسراء ومش عارف إيه، إن هذا كلام وهم. طلع تحليل المخزون كام بقى؟ أقل من 1 صحيح. أقل من 1 صحيح كام يعني؟ 3/4، 80%، 70%. حتى لما سألته ما رضيش يرد عليا. كان بس يبدو ان كان شكله محبط قوي يعني. لا هو ما عرفش، هو ما رضيش يقول لي يا دكتور كام، قال لي حتى اقل من 1 دي انا ما قاليش، انا سألت دكتور تاني عشان خاطر اسال اشوفه كام. انا سمعت حضرتك وانت بتقول اكتر من 1 يعني مش ضعيف، تحت 1 دي ضعيف جدا. لا مش ضعيف جدا، ضعيف من غير كلمه جدا. جدا دي بقى نحددها لما تعرفي الرقم. هو الورقه مش معاكي؟ مش ورقه التحليل معاكي؟ موجودة معايا حاليا عشان انا في بيت حماكي يعني. ايوه، بغض النظر ان حضرتك في بيت حماكي او في بيت حماتك، مش ده تحليل هام ورقمه مهم وفارق وصادم؟ لا. يعني حضرتك ما بصيتيش في الورقه شفتي الرقم كام مش ويفضل مزروع في راسك كده مطبوع؟ دكتور الكلام كله بالانجليزي، انا مش عارفه نقول يا امي كلام ايه بالانجليزي. ده هو رقم، هو رقم، هو الارقام انا عارفه ان هي الارقام، بس انا رقم انا مش عارفاه. ده اذا كان حضرتك انت من 10 ثواني وانا بتكلم قلت لي ايوه ده تحليل اسمه الاي ام اتش. ايوه وسمعتها انا وكنت حتى مبسوط جدا. طب وما انت عارفه اهو اسمه، يبقى الورقه مليانه ارقام. انا عارفه اسمه، يعني هو قصاد تحليل الام ام اتش وقصاد الرقم. ايوه الرقم بقى كام كده؟ ما خدتش بالي، ما بصيتش في التحليل، معلش ما خدتش بالي من التحليل، او ان انا عارفه ان انا مش هعرف كام يعني. بس طيب. فطبعا طلب مني قبل جوزي ما يجي بشهر اعمل اشعه سبعه،
وبعد ما يجي في شهر لو ما حصلش حمل اصلا على حجم مجهري. بس فرحت عندي كده دكتور تاني يقول لي لا عندك فرصه واثنين وثلاثه، عندك فرصه لمده 5 سنوات وكده، ودكتور يطمني ودكتور يجلجني وانا مش عارفه اعمل ايه. ما هو انا كمان مش عارف لان حضرتك مش عارفه الرقم. ما هو انا هو الشغلانه بتاعتنا دي شغلانه ارقام، لازم بس تعرفوا حاجه عشان بس اقولها لحضرتك والكل اللي قالوا ان ما اتطلبش مني تحليل. شوفوا انا مسؤول عن الجمل اللي هقولها دي، دكتور تاخر الحمل هو دكتور ضرير لا يرى. النضاره اللي بيلبسها بتوريه هي الارقام والتحاليل، وعشان كده لما تجي لنا عيانه تقول ايه؟ اصل انا مش هعمل تحاليل. اصل انا عملت تحاليل قبل كده من سنه ومش هعيدها تاني. اصل انا ما عنديش امكانيه ان انا اعمل تحليل. اصلا انا هرفض ان انا اعمل تحليل. خلاص حضرتك بتقعدي قدام الدكتور وهو اعمى لا يرى، تمام؟ الدكتور عينه التي يرى بيها هي الرقم بتاع التحليل، هو الدليل. لكن انا هجاوب حضرتك عموما كده، في دكتور بيطمنك ودكتور بيقول لك لا تجري تعملي حقن مجهري، ده صح وده صح على حسب الرقم بتاع المخزون كام. وحد بيقول لي قدامك فرص لحد 5 سنين انك تجيب عيال، برضه ده صح، بس قدامك فرص لحد 5 سنين تجيب عيال، بس الفرصه دي 1% في السنه. تمام؟ هو هم بيتلاعبوا بالالفاظ ارضاء لحضرتك. ارضاء ليكي. لا لا انت عندك فرص. صدقوا. فرص كويسه يا دكتور يقوم يسكت، لانه لو قال اه يبقى كذبه. تمام؟ الستات اللي مخزونهم من البويضات قليل ليس معنى أن المخزون قليل أنهن لن يحملن أو أن فرصهم منعدمة في حدوث حمل. فرصهم في حدوث الحمل قليلة. لما نقول لواحدة أنت احتمال أنك تحملي 10%، قد تكون ربنا رايد أنها من 10، احنا ما نعرفش مين 10 ومين 90، وقد ربنا يريد ده الشهر الجاي فتلاقي ستات جاية تطلع لنا لسانها أنت قلت لي المخزون قليل وعلى ذلك أنا حملت بسهولة. أيوة حضرتك فرصك قليلة، كنت من الناس من القلة اللي ربنا أراد أنك تحملي. فلما المخزون يبقى قليل ما بنقولش ان الفرص منعدمه، لكن بنقول الفرص قليله. قليله بقى قد ايه والمده قد ايه واعمل ايه، ده يحدده الرقم اللي حضرتك مش عارفاه. معانا اتصال تليفوني اخر، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور انا مخلفه بعد 4 سنين بعمل منظار، وبعد ابني الثالث ركبت كبسوله في دراعي، بعدها باسبوع نزل عليا دم لمده اسبوع نقط. لما رحت اشيلها اكتشفوا ان الكبسوله مش موجوده، عملت اشعتين مش موجوده عاديه وتلفزيونيه. رحت لكذا دكتور في يقول لي موجوده في يقول لي مش موجوده، ومدتها لما تروح هتبقى طبيعيه. الدوره بتجيني مرتين في الشهر نقط ساعات 3 مرات. حضرتك حضرتك قبل ما تختاري هذه الوسيله باختيارك انت اللي اخترتي، عشان حضرتك قالوا لك ركبي لولب قلت لهم لا، تمام؟ انت اخترتي انت اخترتي. ما سالتش الدولة. انت اخترتي. ما سالتيش هي الوسيله دي عيوبها ايه؟ لا الطبيبه قالت انها كويسه ومناسبه. انا ما بس شوفي حضرتك خلي بالك، بصي السؤال وشوفي الاجابه. عيوبها ايه؟ عيوبها ايه؟ يبقى الاجابه عيوبها 1 2 3. لما حد يحب يراوغ من غير ما يتمسك عليه انه كذب، هي عيوبها ايه؟ هي كويسه. ايوه هي كويسة بنسبة 70% وفي 30% هيحصل لهم مشاكل في صورة اختلالات شديدة في الدورة ولا يمكن علاجها ولا يمكن ايقافها ولا يمكن التعامل مع هذا الاختلال في الدورة الا عندما تذهب تأثير هذه الهرمونات. دي كملت الجملة اللي ما اتقالتش لحضرتك. لا اتقالت لي بس مر عليها 6 سنين ولسه انا في نفس الحالة ونفس الوضع. خلاص ما ده متقال لحضرتك وانت راضية بكده. مش. انا مش راضي، انا عايز اعرف ايه السبب. عملت تحليل كل تحليل كويسه تمام حضرتك كل شيء. حضرتك سمعتيني في اللي انا بقوله جبت سيره تحليل؟ لا. امال حضرتك تطوعتي بده ليه؟ لان حضرتك بتروحي للناس فهم بيقولوا لك اعملي التحليل. الله ده التحليل طبيعيه. بعد مدتها 3 سنين، هي فات عليها 6 سنين. هي مش حضرتك مش لاقيينها في جسمك؟ مش لاقيينها، في دكاتره يقولوا موجوده وفي دكاتره يقولوا لا مش موجوده. وانا عملت اشعتين ومانيش عارفه بالظبط ايه السبب. هو يا فندم دي نقط الشريحه انا بتجيش طبيعيه، الشريحه دي تمام. لو هم مش لاقيينها تبقى ايه؟ وقعت من جلدك ولا اتبخرت؟ مش عارفه والله يا دكتور، هو الاشعتين ما بينتش، بس الدكتور الاخراني قال لي انها موجوده. يا فندم حضرتك اولا اسمها الاشعه مش اشعتين ما بينوش، بس الاشعتين ما بينوش في مكانها لان هي
اختفت من مكانها، اختفت من مكانها، هل وقعت منك؟ هل حضرتك كنت قاعدة كده لقيتي حاجة خارجة من إيدك؟ لا لا لا. يبقى لا. يبقى موجودة في جسمك ولا لا؟ ما بتجاوبيش، مصرة انك ما تجاوبيش. طب انا مش عارفه، ما انا مش عارفه كده. لا حضرتك نسال اللي حصل بعدها باسبوع. نسال السؤال تاني، نسال السؤال تاني. حضرتك ركبت الشريحه دي تحت جلد ايدك صح؟ ايوه صح. هل في حاجه خرجت من ايدك ووقعت لبره؟ لا لا مفيش حاجه. تبقى موجوده في جسمك ولا لا؟ موجوده. جميل. والاشعه مش عارفه تحدد هي فين؟ ايوه. يبقى ايه سبب اختلال الدوره؟ اللي تبقى الكبسوله. مظبوط، الحمد لله. بنتكلم كلام عقل ومنطق اهو. هنعمل ايه؟ هنحاول ناخد علاجات لازاله تاثيرها على الدوره، غالبا العلاجات بتفشل. تمام، وده اللي حصل. تمام، هو ده اللي مكتوب في الكتب. اه تمام. فنعمل ايه بقى؟ ترضي باللي موجود، لان حضرتك كنت على بينه عندما اخترتي هذه الوسيله بمساوئها، وكنت تعلمي هذا وتم إبلاغك زي ما أنت بتقولي، وبالتالي الموضوع بالتراضي. تمام. والوقت ننتظر أن تأثيرها الهرموني يذهب تماما من جسمك، فإذا ذهب ممكن الدنيا تتحسن. طب ده هي بقى لها سنين وهي بتقعد فترة. ما هي ممكن لأنها بقت عميقة وفي العضلات مش تحت الجلد، فالامتصاص بتاع الهرمونات بتاعها هيبقى أعلى وتستمر تأثيرها لفترات أطول، لأن دي من عيوب هذه الوسائل لمنع الحمل، إن تأثيراتها بتبقى أحيانا ممتدة ولفترات طويلة بعد انتهاء المدة التي يقال إنها تعمل فيها كوسيلة لمنع الحمل. أيوة فندم، اتفضلوا. معانا اتصال تليفون آخر، اتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا يا دكتور الدوره بتقعد عليا 12 يوم. ايوه. فانا جبت حاجات اللي هي منظمات الدوره، شريط النص بني ونص ابيض ده. هو حضرتك عندك كام سنه؟ حضرتك انا عندي 40. 40 سنه. متزوجه؟ متزوجه. عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت. كويس. والداهم طبيعي ولا بقيصريات؟ قيصري. الشكوى دي ابتدت من عمر قد ايه؟ بقالها كام سنه؟ بقالها حوالي يعني هي كانت الاول بتجيلي 7. بقالها كام سنه؟ بقالها كام سنه؟ 6 سنين تقريبا. 6 سنين تقريبا، من عمر 35 سنه تقريبا. تمام. محدش قال لحضرتك ان اللي عندك ده حاجه اسمها تغدد رحمي او تضخم في عضله الرحم او بطانه مهاجره داخليه في عضله الرحم؟ لا، الدكتوره قالت لي ان انت عندك ورم ليفي بس 2 سم في 2 سم، وده هو اللي مكتر عندك الدوره شويه، ولكن مش بالطريقه ديت يعني. فانا مش عارفه. كويس قوي. حضرتك بعد اذنك، اللي انت قلتيه ده لا يتعارض مع اللي انا قلته، والورم الليفي ال 2 سم ما يعملش النزيف زي ما الدكتوره بتقول الا اذا كان جوه تجويف الرحم. و لا، هو ما مش عامل حاجه. أيوة مش عامل حاجة. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك اديني فرصه ان انا اشرح لك واشرح للناس. اتفضل. يقوم الستات اللي عمرهم 35 سنه فيما فوق، المتكررات في الحمل والولاده، خاصه اللي ولدوا بقيصريه، يحصل لهم مرض اسمه ادينومايوزس، تضخم عضله الرحم، التغدد الرحمي، يبدا من سن 35 سنه فيزيد كميه الدوره وعدد ايامها، وتنزل بألم، وهذا التغدد الرحمي والألم كمان يبقى شديد وبيسمع في الظهر، ويزداد قسوة هذا المرض وأعراضه بمرور الوقت والعمر، وكحت بطانة الرحم ما بيجديش، لأن المشكلة عند الستات دول في عضلة الرحم وليس في البطانة. والمكتوب عن هذا المرض في كتب الطب إن بندي علاج دوائي لا يعالج هذا المرض، لكن يحاول أن يعالج تأثيره على زيادة كمية دم الدورة. اسمع الجملة الجاية دي. وهذا العلاج الدوائي ينجح في تلت الحالات بس، يعني لو عندنا 30 عيانة عندها المشكلة دي وكتبنا لها علاج وعلاج كويس، 10 هيستجيبوا على العلاج و20 لن يستجيبوا، وال20 اللي لن يستجيبوا كنا زمان بنقول نشيل الرحم مباشرة، نعمل تدخل جراحي. وحضرتك سمعتي الكلام ده بس مش عايزة تقوليهولي عشان عايزة تبحثي من عندي على الحل ومهرب. لا ما حصلش، ما حدش قال لي كده، ما حدش قال لي ان هو يتشنج. اديني قلت.
قبل اللجوء لهذا الآن في محاولات لاستخدام اللولب الهرموني للسيطرة على هذا العرض وتأثيره وعلى هذا المرض. بس أنا كنت نفسي أخلف يا دكتور، أنا ما خدتش وسيلة خالص، أنا ما خدتش وسيلة خالص في خلال الست سنين اللي بعد ولادتي الأخيرة، على أساس أن أنا أخلف ما حصلش حامل. حضرتك بعد إذنك كده أنت سمعتيني بوصف المرض ده اسمه إيه؟ نقول تاني كده. قلت تضخم عضلة الرحم، ده وصفه. تغدد رحمي. أدينومايوزس، ده اللفظ الإنجليزي بتاعه. وبعدين تفسرته بقى، قلت البطانة المهاجرة الداخلية في عضلة الرحم. وهذا المرض اللي اسمه البطانة المهاجرة الداخلية في عضلة الرحم لا يمنع حمل، لكنه يحدث في الستات اللي أحيانا عندهم بطانة مهاجرة خارجية في الحوض، والبطانة المهاجرة الخارجية في الحوض مرض مانع للحمل منع تام لسنوات. فالوقت بقى لما نيجي نتكلم على ان السيدة دي عندها تأخر في الحمل ونقول ايوة اصل سنها الوقت 41، ايوة ما انا من 35 ببحث عن حمل، ما هو ده كمان سن مش صغير. اتنين، الست دي عاملة قيصريتين قبل كده مع احتمال وجود التصاقات ومشاكل في الانابيب. تلاتة، الست دي عندها تضخم في عضلة الرحم وأدينومايوزس، وهو مرض ليس مانعا للحمل لكنه مرتبط في بعض الأحيان بالبطانة المهاجرة في الحوض، وهو مرض يمنع الحمل. وكان من المفترض أن في عمر 36-37 سنة لو بتبحث عن الحمل حد يقول لها اعملي منظار لاكتشاف في بطانة مهاجرة خارجية ولا وللتعامل معها. وكان مفترض أن كمان يتعمل لها تحليل لمخزون المبيض من البويضات قبل أن يمضي قطار العمر ونبقى فوق 40 سنة. الآن وإحنا فوق 40 الشكوى لازم تبقى محددة، أنا عايز أحمل، وطبعا فرص الحمل أقل من لو كنت من 5-6 سنين فاتوا، وإذا كنت عايز أحمل عندي أنابيبي أخبارها إيه بعد القيصريتين وبعد المشاكل اللي موجودة في الحوض، ولا أنا عايز أتعامل مع النزيف اللي موجود في ظل أنني لا أستجيب للعلاجات الدوائية ولم تنجح في السيطرة على المشكلة اللي عند بدايتها كانت الدورة بتقعد 6 أيام ثم بقت 8 ثم بقت 10 ثم بقت 12 يوم ثم بقيت قربت تصفى من كتر الدورة واللي بتنزل. معانا اتصال تليفوني آخر، اتفضلي يا فاطمة. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مبسوطة أوي إن أنا كلمت حضرتك والله. وأنا مبسوط أكتر إن أنا سمعت صوت حضرتك، ربنا يبسطك ويبسطنا باتصالك، اتفضلي. دكتور أنا كنت كاشفة عند حضرتك الشهر 10 اللي فات، يعني كده بقالي سنة. تمام. وللأمانة أنا ما شفتش زي حضرتك، حضرتك عملت لي تحليل كنت الأول مرة أعملها بعد طبعاً تعب 3 سنين ما عملتش التحاليل دي خالص. الحمد لله. فحضرتك عملت لي المنظار وكنت حطيت لي خطة علاجية، فأنا صراحة ما مشيتش عليها، يعني حضرتك قلت لي بعد المنظار نكمل حقك صناعي. المنظار طلع فيه ايه بس الاول؟ ولا حاجة يا دكتور. فقلنا ان حضرتك تمشي على علاج لعدة شهور، وإذا ما حصلش نعمل تلقيح صناعي قبل اللجوء لخطوات أخرى. تمام؟ تمام يا دكتور. بس أنا كان عندي الـ AMH 83 أقل من 1. أيوة، يعني المخزون كان قليل. أيوة أيوة، يبقى التحاليل أثبتت أن المخزون قليل، فقلنا نعمل منظار الاستكشاف في أي مشكلة أخرى مسببة أن المخزون قليل ولا لأ. ما طلعش فيه مشكلة، قلنا لازم نمشي بخطوات متسارعة، وفي 6 شهور ذهبية بعد عمل منظار فيهم زيادة في فرص الحمل، فناخد 2-3 شهر تنشيط للتبويض، وإذا ما حصلش حمل 2 شهر كمان نحاول نعمل تلقيح صناعي، فإذا ما حصلش حمل نلجأ للحقن المجهري، وحطينا لحضرتك إطار زمني لده. تمام يا دكتور. ويمكن كمان إذا كنت كشفت عندنا في شهر 10 قلنا لك إن بنهاية شهر رمضان 2020 يا تكوني بقيتي حامل يا تكوني تروحي تعملي حقن مجهري. تمام يا دكتور، حصل والله يا دكتور. بس أنا للميزانية أنا ما كملتش مع حضرتك، بس في ناس يعني عملوها لي كده لله، يعني عند دكتور تاني. عملتي حقن مجهري يعني؟ أيوه. أيوه. طلعتي كام بويضة بقى؟ طلعت 11، سحب لي 7 وساب 3. وبعدين بعد كده زرع السبعة، يعني حقن السبعة كانوا بيموتوا من اول يوم. تفتكري ليه؟ بص يا دكتور، هو الدكتور لما زرع لي ما قاليش كده، قال لي ده انت البويضات بتاعتك كويسه، ما قاليش كده غير بعد ما عملت التحليل الحمل ولقيته فشل. يا مدام
كل دكاترة الحقن المجهري، كل دكاترة الحقن المجهري، كل الستات اللي عملوا، لو عملوا 10 في المركز النهارده، كل واحدة تخرج تقول، تبص لهم كده تقول لهم قال لي إن بويضاتي أحسن بويضات في اللي طلعوا النهارده كلهم، قال لي إن الأجنة بتاعتي كلها درجة أولى، قال لي إن الأجنة بتاعتي هي أحسن أجنة، كل واحدة من اللي عملوا كلهم اتقال لهم أنت أكبر عدد بويضات، أنت أحسن جودة بويضات، أنت أحسن نوعية أجنة. دكاترة الحقن المجهري لسانهم جميل. دكاترة الحقن المجهري لما تقعدي قدامهم تبقي عايزة تنزلي تشتري هدوم البيبي أو السرير اللي هتنيميه فيه. بالظبط يا دكتور. بس المشكلة يا دكتور في حاجة واحدة، لما أنا سألت الدكتور قلت له يا دكتور إحنا ممكن نعمل تحليل كروموزومات أنا وجوزي يعني أو كده، قال لي لا مفيش داعي للتحليل دي. هو لا يفيد وده لا علاقة له، حضرتك عندك نتيجة لضعف المخزون، في ضعف المخزون بتاعك ما هوش ضعف شديد، فهتطلعي عدد مقبول من البويضات، لكن في سوء في جودة البويضات نتيجة لأن المخزون لما بيبقى ضعيف البويضات الأجود فقدت. بالظبط يا دكتور، بس لما انا سالته قال لي انا قلت له يعني هي البويضات كانت بتموت من اول ساعه في الحضانه ليه، قال لي ما اعرفش. ما هو فندم السبب ان البويضات بتموت هي سوء جودتها، وسبب سوء جودتها قال لي هو كان السبب. في بطء شديد لما حقنا البويضه بالحيوان المنوي. ايوه يا فندم في بطء في الانقسام لان البويضه دي شيخه. ها شيخه البويضه شيخه بالظبط كده، يعني اللفظ اللي انا يعني يبدو لفظ كده عامي تماما لكن هو ده اللي يصف بويضاتك. انت عمرك كم سنه؟ والله يا دكتور 22 سنه. ربنا يكون في عونك. طبعا يعني اذا كنت حضرتك بتستشيريني اعمل ايه تاني، في فرص ان انا احمل طبيعي؟ الاجابه بعلو الصوت نعم. هل هذه الفرص سهلة وبسيطة ونسبتها مرتفعة؟ الإجابة الحقيقية لا، بدليل إن لو كان ده كان حصل في الأربع سنين، لكن وارد الشهر الجاي تلاقي نفسك حامل طبيعي، فلا يمكن التنبؤ بده. طب إذا فضلت محملش أعمل إيه؟ أكرر محاولات الحقن المجهري، ويجب قبول إن ده قد يتكرر، قد يتكرر إن ما طلعش بويضات أو ما طلعش عدد بويضات كفاية أو ما طلعش بويضات جودتها كويسة أو ما طلعش بويضات تتخصب أو طلع بويضات تتخصب وما تنقسمش أو الأجنة تبقى درجتها مش كويسة أو فرص حدوث الحمل منها تبقى قليلة أو إذا حدث حمل تبقى احتماليات الإجهاض مرتفعة. هذه هي إطارات مشاكل الناس اللي مخزونهم من البويضات قليل، أكننا بنتعامل مع سيدة عمرها 40 سنة. فلما تيجي واحدة تقول لي أنا عمري 40 سنة هو أنا ممكن أحمل؟ ما أقدرش أقول لا يمكن، لكن أقول لها أن الفرص قليلة وتحتاج إلى محاولات عديدة وقد نلجأ إلى الحقن المجهري، والحقن المجهري قد تكون نتائجه مريرة وقد تستمر التنشيط للتبويض لفترات طويلة، وإذا طلعت بويضات قد تكون بويضات غير جيدة وتخصبها يبقى قليل وفرص حدوث الحمل منها قليلة واحتماليات الإجهاض مرتفعة. هذا ما يقال لسيدة عمرها 40 سنة، ولكن حضرتك الآن عمر حضرتك اللي في البطاقة العمر الرسمي ليكي عمر الميلاد هو 22 سنة، لكن هذا هو العمر الذي لا نهتم به، لكن عمر حضرتك التبويضي بمعنى سن مبيضك هو تقريبا الرقم، الأرقام اللي تتكلمي عليها دي تقريبا أرقام بتقترب من 40 سنة، وبالتالي التعامل مع حالة حضرتك بمعنى الكلام عن فرص حدوث الحمل ونسبة حدوث الحمل والطرق لحدوث الحمل يجب أن تكون كأننا بنتعامل مع واحدة عندها 40 سنة. عشان كده لما شفنا حضرتك في شهر 10 قلنا لك إيه؟ طيب بدءا من شهر 12 هنبتدي تنشيط، لحد شهر 3-4 ما حصلش حمل هنعمل تلقيح صناعي مرة أو اتنين، ما حصلش حمل في شهر 5-6 تروح تعملي حقن مجهري. لازم الإطار الزمني يبقى سريع وناخد خطوات متسارعة لأن الوقت بيبقى عامل هام جدا وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. في هذه الحالات معنا اتصال تليفوني آخر. أيوة يا فندم. أنا عندي 39 سنة. أيوة. وخدت حقن منعي حمل بتاع 3 شهور بقالي 40 يوم. فحصل ايه في الدوره؟ لا انا ما بتجيليش لا دوره ولا باخد حقن منعي حمل بتاعت الشهر او 3 شهور. ايوه يعني الدوره ما بتجيش خالص. لا بس من كلمه 10 ايام حصل لي دم المطرح الحقنه. حصل ايه؟ دم يعني خراج. دم حصل خراج مطرح ما ادوكي الحقنه. اه ورحت لدكتور فتحي يعني بنتي وعمليه يعني. ايوه وخايفه يكون مفعول الحقنه ما جاش جسمي واحسن ولا حاجه وانا مش عارفه اقدر اعمل وارد
اللي حضرتك بتقوليه ده وارد. طبعا الحقنه حقنه زيت ولازم تعطى ديب انتراماسكولار يعني في العضل بعمق شديد، واذا لم تعطى بهذه الصوره وحد اداها في الدهن بتاع عضله الاليا فهتتجمع في الدهون وتتعفن وتعمل خراج، وواضح ان خراج كبير لدرجه ان احتاجنا لدكتور جراحه وان هو يفتحه. فهل هذا معناه ان الحقنه وتاثيرها لسه موجود؟ في الاغلب نسبه كبيره من الحقنه كانت موجوده في المكان اللي فيه الخراج وخرجت، ولا نستطيع ان نضمن لحضرتك ان كل الجرعه جسمك وصل لها واستفاد بيها. وبالتالي الانتظار لفتره واخد حقنه مره اخرى مع الحرص ان نتاكد ان حضرتك ما عندكيش سكر مثلا، مرشح حضرتك ان يبقى في دم الزايدات كرر تاني، طريقه اعطائها ومكانها يبقى بطريقه ممتازه عشان نعوض الجرعات اللي فقدت. هل معانا اتصال تليفوني ولا عندي دقيقه دقيقتين اتكلم؟ ماشي. الناس على الصفحة في سؤالين الحقيقة النهاردة على الصفحة، عشان بس المتابعين للصفحة يعني أحسسهم إن أنا معاهم وإن أنا بجاوبهم. في سؤال عن لو سمحت اشرح لنا العلاقة بين الأورام الليفية وتأخر الحمل. ده سؤال كبير قوي. الأورام الليفية على بصورة سريعة كده ثلاث انواع طبقا لموقعها. الاورام الليفيه داخل تجويف الرحم وهي تؤثر على فرص حدوث الحمل. الاورام الليفيه مهما كان حجمها، الاورام الليفيه اللي في عضله الرحم قد تؤثر على فرص حدوث الحمل اذا لامست البطانه او ضغطت عليها او كان حجمها متوسط او احدثت اعراض وهي تحدث خلل في بطانه الرحم وفي دمويتها وتزيد من نسب الاجهاض. الأورام الليفية الخارجية وهي غالبا لا علاقة لها بفرص الحمل وبالتالي لا يجب التدخل لإزالتها إلا إذا كان حجمها كبير. ده الكلام على الأورام الليفية. لكن الأورام الليفية في حد ذاتها قد لا تكون مانعة للحمل، لكن 50% على الأقل من مريضات الأورام الليفية بيبقى معاهم صاحبهم وماشي معاهم مرض البطانة المهاجرة، والمرض ده مانع للحمل. فممكن ست يبقى عندها ورم ليفي وكل الناس تقول لها ده مش مؤثر وده لبره وده حجمه صغير واوا لآخره، ويكون المانع للحمل هو صاحب وصديق هذا الورم الليفي ورفيقه وهو مرض البطانة المهاجرة. ده كده بتلخيص سريع العلاقة بين الأورام الليفية وتأخر الحمل. برضو في واحدة سيدة بعتالي وده جملة مهمة قوي، قالت لي لو سمحت اتكلم على تثقيب المبيض. احنا بنعمل تثقيب للمريضات تكيس المبايض، والدكاترة اللي عايزين الناس دي تروح تعمل حقن مجهري يقعدوا يقولوا ان التثقيب ده بيقلل المخزون وما تعملهوش. تثقيب المبيض يقلل المخزون؟ الإجابة بعلو الصوت نعم، بس كملت الجملة إذا لم يجرى بطريقة صحيحة. فحضرتك التثقيب هو بالظبط عملية كي. دايما انا اقول المثال ده، لما تنزل الهدوم بتاعتك لمكواجي فالمكواجي يحرقها، ما تاخدش قرار ان انا عمري ما حكوي هدوم تاني. لا، حضرتك لو سمحت دور على صنايعي كويس يقوم يعمل الصنعة مظبوط، يقوم ما يحصلش منها المشاكل اللي تخليك حضرتك تشتكي. تثقيب المبيض يضعف المخزون اذا لم يجرى بطريقة صحيحة، وهناك قواعد واضحة ومحددة ومحددة طبقا لمؤتمر القشري سنة 2013 اللي عقد في اسطنبول. كان في مائدة مستديرة لتحديد ايه الكرايتيريا، ايه المواصفات اللي تعمل بيها تثقيب المبيض من البويضات. تثقيب المبيض لعلاج تكيس المبيض دون ان يؤثر على المخزون، وقد كنت ممثلا للشرق الاوسط في هذه الدائرة المستديرة، وخلصت النتائج الى ان في معايير عند اجراء التثقيب بها، فعند اجراء هذه المعايير نحصل على الفوائد من التثقيب ولا يوجد اي اضرار ولا تقليل لمخزون المبيض من البويضات. التثقيب الذي يقلل المخزون هو التثقيب الذي لا يجرى بطريقة صحيحة والذي يخالف هذه القواعد ولا يعتمد بها. وبالتالي لما نروح نعمل التثقيب نقوم نروح نعمله عند حد متمرس ويمارس الطب الصحيح ويمارس القواعد، فبالتالي إذا اتبعت هذه القواعد حصلنا على الفائدة ولم نحصل على المضاعفات ولا على المشاكل. وبالتالي كل مهنة وكل قاعدة وكل عملية ليها قواعدها اللي إذا اتبعت قللنا نسبة المشاكل. فإذا خالفنا القواعد فما نجيش نقول إن المشكلة في العملية ولا إنها معيوبة ولا إن في منها ضرر، لكن المشكلة في من اخترناه ليجري هذه العملية وهذا التدخل بطريقة غير علمية وغير صحيحة وغير موثقة إنها تتفادى المشاكل. فإذا حدثت المشاكل ساعتها لا نلوم إلا اختياراتنا وإلا من أجرى هذا التدخل، ولكننا لا نلوم التدخل في حد ذاته. هذا هو الصحيح عن التثقيب وتأثيره
السلبي وتأثيراته الإيجابية. لكن من ناحية التأثيرات الإيجابية فهو يزيد فرص حدوث الحمل جدا 6 لـ 8 شهور التالية له في مريضات تكيس المبايض، خاصة المريضات من درجة شديدة. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 العهد والوعد اللي بينا، يا رب يا رب يا رب بشرة خير.